برئاسه السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي شارك سعاده النائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي شارك في الاجتماع الخامس للجنه فلسطين التابعه للبرلمان العربي بمقر الامانه العامه للبرلمان العربي في القاهره. هذا واكد النائب الصالح خلال الاجتماع انه قد ان الاوان للمجتمع الدولي ان يوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتطبيق قرارات الشرعيه الدوليه التي تؤكد عليه مملكه البحرين. بقياده جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه واشار الصالح الى ان اللجنه استعرضت الرساله الصادره من البرلمان العربي المتعلقه بالموقف من اخر التطورات في القضيه الفلسطينيه والموجهه الى المؤسسات البرلمانيه والحقوقيه الاقليميه والدوليه والبيانات الصادره عن البرلمان العربي بشان فلسطين خلال الشهرين الماضيين ومشروع قرار البرلمان العربي بشان مستجدات القضيه الفلسطينيه والوضع في الاراضي المحتله العامه ومشروع قرار البرلمان العربي بشان اوضاع المراه الفلسطينيه